جمعني حوار بمفتينا تركي البن علي الله يحفظه. قال لي كيف يتعجب، يعني كيف المسلم يحتفل حينما يدخل إلى منزله الجديد فيقوم بذبح الذبائح وإسالة الدماء، بينما نحن المسلمون هنا نحتفل بأمر أعظم من ذلك بكثير، بتقديم العصائر، تقديم الحلوى، وصياغة الخطب الجوفاء الفارغة. إسالة الدماء. بالفعل هكذا يكون الإعلان. ماذا يدور في رأسيكما الكبيرين؟ من يومين دار حديث بيني وبين أبو البركات حول الطريقة المثلى اللي من خلالها ممكن أننا نعلن عن أنفسنا من هنا، فاستقر رأينا على فكرة كبيرة لو تمكننا من تطبيقها على أكمل وجه سيهتز لها العالم بأكمله بعون الله.